ليش نزلت؟ بدي سلم على حماتي وبارك لها بالشغل كمان، واسألها إذا محتاجة شيء. ما في داعي، بدي أحكي معها لحالي. سلم عليها وبطلع فورا. لو سمحت، الوضع بيني وبين أمي متوتر، فالأفضل ما تجي. استنى لزبط العلاقة بيناتنا. على راحتك حبيبتي، وصلي سلامي لأمك رجاء. أهلا وسهلا، الأكل بده ساعتين ليجهز. أنا بدي ملك خانم بنتا. عن جد؟ أهلا وسهلا، تفضلي. ملك خانم قاعدة بالطابق الفوقاني. شكرا لك. كتير اشتقت لك. تعرف أني بحبك مثل ابني، مو هيك؟ طبعا بعرف، وأنا كتير بحبك واشتقت لك. شو عرفك إني هون؟ أخذت العنوان من أبي. أمي، إجيت مشان أحكي معك بس. ليش ضل شي لينحكى بعد ما أنتي وافقتي على زواجك من فورال؟ ما ضل شي لينحكى. انتي اجيتي لتراضيني ولا تصالحيني، مو هيك؟ معناتها أنا ما بدي منك غير شي واحد يا بنتي. أعطيني سبب واحد غير الثروة اللي عند هداك الرجال اللي تتزوجيه. أعطيني سبب واحد خلاكي تتركي كنان اللي حبك وتروحي تتزوجي هداك الرجال، بس سبب واحد مقنع. يلا قولي من شان سامحك. هي البستة، البستة، خليني روح. انت ما تركتي لي خيار تاني ابدا. لا، بترجاك لا تقرب علي، بترجاك وقف. وثقي فيني، لك انا بحبك. بترجاك لا تلمسني بعيد، بترجاك بعيد لا تقرب علي. الله يخليك تركني، بترجاك لا تساوي هيك. لا اتركني روح، مشان الله خليني روح، ما تساوي فيني هيك مشان الله. إذا رحتي كمان وقتها بندفن بالعتمة أكثر، ساعتها ما عاد يكون في حدود للي ممكن ساويه، ممكن نأذي كل اللي حوالي، أنتي وحالي، عائلتي وعائلتك كمان، وكنان. أمي، بنتي، ما عندك شي لتقولي؟ لا، وأنا كمان ما عندي شي لحتى أقوله.
لا عاد تجي، لا تجي على بيتي ولا تجي لهون، ما عاد بدي شوفك بنتي. هازان، لما غصت مشان هاللؤلؤة يا ريت مو أنا اللي طلعتها، يمكن كان حدا غيري لقاها وحطها برقبة المرة اللي بتستاهلها عن جد. يلا امشي كنجار. حبيبي ما خليتك تستنى كتير مو هيك؟ لا أبدا، أنا أجيت قبل شوي. أهلي؟ ولدت باسطنبول بس أول مرة بيجي على هالمكان. أنا اكتشفته جديد عن جد، كتير حلو بجنن. أنت كيف صرتي؟ الحمد لله كتير منيحة. ليش ما خبرتيني عن مرضك؟ شو السبب؟ ما في سبب خاص، على الأغلب ما حبيت ذكر حالي بمرضي. من لما وعيت على هالدنيا عماني منه كتير تعبت وما عاد بدي اسمع حتى اسمه. ما علينا، توقعت انك تجي لعندي على المشفى بالليل. اجيت. شو؟ بس كان في جنبك مرت أخوكي ولهالسبب رجعت. يا ريت لو إنك فتت على الغرفة، هازال إنسانة رائعة ومتفهمة، أنا حكيت لك عنا، كنت عرفتكن على بعض. والله ما بعرف بصراحة، ما حبيت أزعجكن أرماك.
كنان، أنا كتير تعبت، ما عاد بدي خبي علاقتي فيك. معك حق، بس اصبري كمان رجاء. أرماك، بلكي عيلتك عارضت علاقتنا ببعض، بلكي ما وافقوا على ارتباط، أو كانت ردة فعلهم كبيرة على علاقة. ما بظن بنوب، بعدين ما بتفرق إذا وافقوا ولا لا، أنا كتير بحبك كنان ومبسوطة جنبك. ما عم صدق قديشك عجيب. خلينا نشتري لك قارب جديد، شو بدك بهالخردة؟ الله يسامحك يا أخي، معقولة تحكي عنه هيك؟ كل ما كان في إلك بصمات على القارب، وقت القارب بيكون رفيقك بالبحر. منيح معناتها رافقني شوي. بصحتك. صحتين وهنا. ما رح تسألني عن ملك؟ بكل الأحوال أنت رح تخبرني عنه. أنا كمان بشبابي وقعت بالحب مثل الأغبياء، وطبعاً وضع البلد كان متوتر بهديك الفترة، وقلت لحالي إذا لازم أوعى بالحب فالأفضل أوعى بحب البلد، كانت بحاجتنا. صار انقلاب ووقتها فتت على الحبس، أكيد أنت قريت شو اللي صار بهديك الفترة. انحبست كام سنة، أبي ما قدر يضل بأضنة فهاجر عشيشمة وعمل شغل جديد هنيك. مثل ما قلت، لما أقول كلمة الحب والعشق ما بيخطر على بالي غير حبي وعشقي للبلد. لما شفت ملك بهداك اليوم كان عمره وقتها 20 سنة تقريبا، شفته كان وشه عم يضوي مثل البدر وعيونه مثل غنية رومانسية، وقعت بحبه بهديك اللحظة. وهي حبتني كمان. بعد سنة من علاقتنا قررنا نخبر أهلنا، كنا مقررين نتزوج، بس عيلتها كانوا معارضين زواجنا، بس نحن كنا مصرين. بعدين عرفت إنه في حدا حقير افترى علي، اتهموني إنه ارتكبت جريمة أنا ما ارتكبتها. وقتها خبروني إنه رح فوت على الحبس الصبح، فقررت اني اهرب. ووقت المرحوم ابوك كان رجال ابضاي وصاحب ضمير، قال لي انا بهربك على اليونان، فكتبت رسالة لملك قلت له انا هربان تعي لعندي. ما اجيت، ضليت عم بستنى للصبح. طلعت الشمس بس دنيتي سودت بوشي، ما اجت. طيب ليش ما خبرتني بهالقصة لهلا؟ ما بعرف.
يمكن لأنه ما كان عندي جرأة لأتذكرها. يا لطيف شو هاد؟ كتير بتشبه هذا المويك، وأنا انصدمت لما شفتها أول مرة. إيه صحيح، هلأ هي البنت بتكون أخت عزيز توبراك؟ عن جد؟ هيك مكتوب يا بابا، شوف. هلأ عرفنا ليش فورال بيك حط هزال براسه. قال مرته السابقة تركته وهربت، لها السبب قرر ياخد شبيهتها. هلأ إن عرف هم عزيز توبراك، مو هو داهم العرس وقوص. بابا انت قلت انه عندك عداوة قديمة مع هادي اللي اسمه عزيز، يلا حكي لي شو القصة بالضبط. ما شاء الله، الله يزيد المحبة بين الاب والبنت. الله يسلمك عمتي. ايه لا تواخذوني يا جماعة، اكيد انتو جوعانين، بس الاكل ما بيجي لحاله على السفرة مو هيك؟ شو قصدك عمتي نرجس؟ قصدي واضح بنتي حبيبتي، ما شاء الله ما بتشبهي أبوكي بالشكل، بس بتشبهيه بالطبع، وانتي كسلانة مثله. يا بنت انتي مو شايفتيني عم جهز السفرة؟ قومي وساعديني بدل ما انك قاعدة هيك. استغفر الله، شو صار لهاي كمان؟ اكيد امي ملك اجت، رح افتح الباب. والله هي نفسها. عزيز، يا ترى عرف انه هزال بتكون بنته لحتى داهم العرس؟ لا مستحيل، من وين بده يعرف يعني؟ امي ملك، كنان اجا لعندك اليوم؟ اجا. ايه وعن شو حكيته؟ خبرك كيف صار غني؟ ومين اللي عم يدعمه؟ ما صارت لنا فرصة لنحكي، هزال اجت لعندي كمان. شو؟ هزال اجت؟ كنان كان هنيك؟ ايه. وشو ساوي يا ترى؟ وشو متوقعة؟ ما كانوا مثل العشاء، كانوا مثل العدوين. قلت بما انه ثلاثتنا مجتمعين حاولت خلي هزال تحكي شو القصة. ما قالت شي، قلت لها بس عطيني سبب واحد مقنع لزواجك. وشو قالت؟ ولا شي. شو رح تقول؟ أكيد ما رح تقول شي قدام كنان أنه باعت حبها مشان المصاري. الظاهر أنه لسه عنده شوية خجل، وهذا كل شي. يلا بنتي ساعديني. أنت منيح؟ لا مالي منيح، صار لي 25 سنة مالي منيح. وأنا صار لي سنين بعرفها لأمي ملك. لا للنسوان اللي مثلها عندهم قلوب منيحة بهاي الدنيا. وأنا هيك كنت مفكر، بس غلطت. والله ما بعرف، ما بظن ممكن تترك حبيبة بنص الطريق. اسمعني كنان، العدو الشهم بأوص الرجال بجبينه، والواطي بأوصه بظهره. إذا أنت كان جرحك بالقلب، فساعتها لازم تعرف إنه أكتر حدا بتثق فيه ضغط على الزناد. يعني أنا وأنت في عنا نفس الحساب. يا ترى كنت بتتوقع هيك شيء من هزال؟ وأنا ما كنت أتوقع، بس هي عملتها. أنا قلت لك الظاهر إنه أنا وأنت عنا نفس القدر والهم. يلي ساوته البنت فيك إمها ساوته فيني قبل 25 سنة. مع هيك ما بصدق إنه أمي ملك بتعملها. لما هزال تركتني وراحت لعند هداك الرجال، أما ضلت جنبي
ضمضت لي الجرح اللي فتحته بنتها حتى تخلت عن بنتها. ما علينا، صار اللي صار يا ابني.